شايفين البصل يا جماعة قد ايه في سوق العبور؟ يعني كميات من البصل كتير جدا جدا. هو بيقولوا سعره اتحرك اليومين دول، فهنشوف اسعاره واحتمال الفترة الجاية سعره يبقى مرتفع. نخش نشوف الاسعار سريعا كده. اهلا وسهلا بيكم في قناة الزراعة في مصر واسعار الخضار. ما تنسوش يا جماعة تعمل لايك للفيديو، ولو فاهم متابع جديد اول مرة شوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يعني لو مهتم بالمحتوى وحابب تعرف الاسعار يوم بيوم. الليمون يا جماعة من 17 الى 23 جنيه للكيلو. الليمون طبعا سعره مرتفع اليومين دول. الفلفل يا جماعة من 3 الى 4 جنيه. البتنجال بانواعه بقى، البتنجال الرومي يا جماعة من جنيه الى 3 جنيه. البتنجان العروس من 2 الى 2.5، بتنجان مخدد اللي هو البلدي من 3.5 الى 4 جنيه، بتنجان الابيض الحشو من 2 الى 2.5، الشطة البلدي يا جماعة من 3.5 الى 4 جنيه، الكوسة يا جماعة من 4 الى 5 جنيه، وفي كوسة ب6 جنيه، الخيار يا جماعة الخيار الصوب من 4 الى 4.5، وفي ب5 وفي ب6 جنيه، طبعا حسب جودة الزرع. الخيار البلدي يا جماعة من 1.5 الى 3 جنيه. الفلفل الأحمر يا جماعة 5.5 جنيه. الفاصوليا من 3 الى 6 جنيه، أعلى وأنضف حاجة. البنجر يا جماعة من 1.5 الى 2 جنيه. الجزر يا جماعة الكيلو من 2.5 من 2.25 الى 2.5. البصل طبعا من 1 جنيه الى 180 قرش ووصل 2 جنيه. جنيه طبعا ده اقل حاجة في البصل ممكن تلاقيها، هو يعني نقدر نقول ان هو من 190 قرش الى 2 جنيه. الطماطم طبعا خلاص سعرها انخفض خالص. العداية من 20 جنيه الى 60 جنيه، اعلى وانضف حاجة. وزن العداية طبعا 20 كيلو. البطاطس بأنواعها يا جماعة، بطاطس الكارة من 3 الى 3.25 جنيه، ودي حلوة في التحمير. بطاطس الجبلي من 2.5 الى 3 جنيه. بطاطس نجرة ب2.5 جنيه. بطاطس نوع أبيس 3 الى 3.25. بطاطس نوالة دي أعلى وأنضف حاجة طبعا في السوق، 4.5 الى 5 جنيه. التوم المجروم يا جماعة اللي هو من غير قرش 8 جنيه، اللي هو الأبيض، والأحمر 9 جنيه. التوم اللي بعرشه طبعا 6 جنيه 5.5. البصل الأحمر يا جماعة قلنا إن هو من 190 قرش إلى 2 جنيه. البصل الأبيض من 180 إلى 2 جنيه. طبعا مع انخفاض أسعار الطماطم هتلاقي زيادة في أسعار البصل وأسعار البطاطس الفترة الجاية، ومع دخلة العيد طبعا فاحتمال أن البصل والبطاطس سعرهم يبقى مرتفع شوية. إن شاء الله هنطلع فيديو لأسعار الخضار تجزئة إن شاء الله، فانتظروا كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.